ولنقاش ملف معاناة النازحين المستمرة في العراق مع انخفاض أموال الدعم وتداعيات قرار إعادتهم في ظل عدم أعمار المناطق المدمرة. تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتنسيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام دكتورة. وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن العراقيين العائدين إلى مناطقهم المدمرة يواجهون ظروفا صعبة. إلى أي مدى كان قرار الحكومة مدروسا من النواحي الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية؟ نعم، في الحقيقة يعني قرار الحكومة كما هو واضح للجميع ليست له العلاقة بأي دراسات واقعية، ليست له علاقة بأي تقييمات للأوضاع على الأرض من الناحية الأمنية أو من الناحية الخدمية أو من الناحية وتأثيراتها على مستقبل من يعودون إلى مناطقهم، كالتأثيرات الاقتصادية أو التأثيرات الاجتماعية وغيرهم. قرار الحكومة العراقية بغلق المخيمات فقط مجرد دعاية إعلامية أن الحكومة العراقية قد أرجعت النازحين إلى مناطقهم، وهذا في الحقيقة يعني تلبية لمطالب النازحين كما تدعي الحكومة. أما النظر إلى مصلحة النازحين وما ستؤول إليه أوضاعهم بعد أن يرجعوا إلى مناطقهم، هذا ليست في ضمن يعني تفكير وخطط الحكومة المستقبلية. دكتورة، كيف يفسر تأخر السلطات الحكومية في الإعمار رغم حاجة العائدين الأساسية لأبسط الخدمات في مدنهم؟ أولا، لا توجد نية صادقة في إعمار هذه المناطق، وبالتالي يعني هذه الحكومة لم تضع أي خطط أصلا لبناء وإعمار هذه المناطق. أطلقت مؤتمرات الإعمار وشاهدنا الدعاية والخطابات وغيرها، ولكن في الحقيقة اكتشف أن كل هذه مجرد دعاية إعلامية من أجل إسكات الرأي العام والادعاء أمام العالم أنهم برغم أن هناك كانت عمليات عسكرية وتدمير للمدن ومسح مدن طبعا وأحياء عن بكرة أبيها، وأنه وبالتالي فسوف يتم يعني تعويض وبناء وأعمار هذه المناطق، وكل هذا فقط مجرد دعايات إعلامية، والواضح كما هو الآن أنه لا يوجد أثر في أي إعمار. وطبعا نحن نعرف ان هناك طبعا مبالغ كانت قد رصدت ايضا للاعمار، لم يصل هذا الى مستحقيها. في هذا السياق بالحديث عن هذه النقطة، الى اي مدى اثر غياب الآليات الحكومية لمكافحة الفساد في العراق في زيادة مخاوف الدول المانحة لإعادة الاعمار؟ نعم، وهذا بالتالي هو اهم سبب وأهم سبب لإغلاق هذه المخيمات. أبواب الفساد فتحت على مصراعيها للحكومة والأحزاب المتسلطة على رأس الشعب العراقي. نهب لأموال الإعمار، وأيضا عدم تنفيذ لهذه الخطط على يعني واقعيا، وهذا طبعا كما هو معروف وما كما رصدته مجلس النرويجيين للاجئين من هناك فساد كبير، وبالتالي ساعد ذلك على أن تغض الطرف حتى الحكومات الأوروبية عن مسألة غلق المخيمات النسوح، وبالتالي تم إعادة هؤلاء قسريا إلى مناطقهم دون مراعاة لوجود إعمار في هذه المناطق أو غيرها، وكل هذا بسبب فساد هذه الحكومة وأحزابها. كيف تبدو حقوق الأقليات كالمسيحيين في العراق وتجاهل إعادتهم إلى سهل نينوى رغم التعهدات الأخيرة التي منحت عقب زيارة البابا فرانسيس للعراق؟ يعني في الحقيقة إذا زار البابا فرانسيس أو غيره هذا لا يعني أن هناك ستكون عودة لأخوتنا المسيحيين إلى مناطقهم. اصلا هناك من سيطر على مناطقهم وكما هو معروف الميليشيات الطائفيه التي لا تعترف باي مكونات اخرى في العراق.
أخواتنا المسيحيين حالهم كحال بقية مكونات الشعب العراقي، قد تم تهجيرهم ومنعهم من عودة إلى مناطقهم لأن هناك تغييرات ديموغرافية تجري على قدم وساق، وهناك يعني مشاريع وأهداف وخطط خبيثة من أجل القضاء على تاريخ وحضارة العراق. وكما هو معروف أن المسيحيين هم أصل الحضارة في العراق، لذلك فعملية تهجيرهم ومنعهم من العودة ليست سوف تكون على أساس تدخل البابا أو غيره، هذا تبعا لأهواء الميليشيات الولائية والدول التي تسيرهم وهي إيران. دكتورة، كيف سيؤثر غياب العدالة الاجتماعية مع كل فئات المجتمع العراقي على المدى البعيد على العائدين إلى مناطقهم المدمرة في ظل الإصرار على الحفاظ على الوضع القائم؟ يعني غياب العدالة الاجتماعية له تأثيرات خطيرة، سواء اقتصادية، سواء صحية، سواء نفسية، حتى الشعور بالمواطنة سوف يعني، وهذا خطير للغاية، سوف يشعر به هؤلاء الذين لا تصل إليهم العدالة وممنوعون من الحصول على أبسط حقوقهم. هذا بالتالي سوف يؤدي إلى استمرار العنف، وهذا هو النتيجة الحتمية لمثل هذه السياسات الإقصائية، السياسات التدميرية، السياسات التي تهدم البنية المجتمعية في العراق، وبالتالي تمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم والتمتع بحقهم كمواطنين ينتمون إلى هذا الوطن. بالتالي سوف يكونون نهبا للعصابات التي سوف تستثمر فيهم وتتاجر فيهم في نفس الوقت. شكرا جزيلا لك مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، حدثتنا عبر الهاتف من لندن.